أهلا بكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي لغات. Today's lecture will be continue our discussion of DNA, so let's begin. We all know now what's DNA composed of and what's the structure of the DNA. And since it's made up of two complementary strands means كل سلسلة كل backbone بتكمل التانية بالbases الأمين bases اللي موجودين اللي هي البيورينز والبيراميدينز. وفاكرين قلت لكم كل أدينين مع ثيامين وكل سيتوزين مع جوانين. فعشان كده لو عندك ناحية من الدي ان اي تقدر تكملها بالقواعد اللي هي قصادها من الناحية التانية لو كنتوا فاهميني. واتسون اند كريك pointed out that the double-stranded DNA molecule incorporates the genetic formation can be replicated accurately. يعني تقدر تعمل له copy. تمام، اتفقنا. لو عندك تمبلت ناحية واحدة تقدر تكمل عليها الناحية التانية على طول. Because the two strands have complementary base pairs, the sequence of nucleotides supplies the information needed to produce its partner. يعني مثلا لو عندك انت one strand بدايتها الكربون رقم 5 وادينين ادينين ثيامين سيتوزين سيتوزين بعدين الكربون رقم 3، يبقى تقدر تكمل عليها ازاي؟ تبدأ بهنا برقم 3 اوبوزيت الخمسة، قصاد الادينين تحط الثيامين يعني تي تي، هنا A، هنا جي عشان جوانين، جي برضو عشان جوانين، وقصاد الثلاثة بقى فيه خمسة. فقدرت تعرف الستراند التانية ايه بالظبط. عشان كده سموا كل ستراند complementary strand، يعني الستراند اللي بتكمل التانية بتكمل اللي قصادها. طبعا الريبليكيشن اوف دي ان اي بيلزم له انزيمز. علشان الريبليكيشن يحصل لازم الاول انك تفك الدبل هيليكس اللي كان موجود، شايف تفكه عن بعضه ازاي، وهنا بقى في باك بون ستراكشر وقواعد امينيه وباك بون ستراكشر برضه وقواعد امينيه. تمام، بعد كده انت بتفكه بانزيم اسمه هيليكيز. الهيليكيز ده انه بيفك الروابط الهيدروجين او الهيدروجين بوندز اللي بتوين الامين بيسز، بيفكها علشان كل امين بيس تروح في ناحيه. تمام، بعد كده بيجي انزيم اسمه بوليميريز، ده اللي بيبني بقى، ده اللي بيحط البلوكات اللي هي بيكمل كل ستراند، كل بقى ستراند في ناحية بيقوم مكملها. شايفين ازاي كملها؟ ده اسمه البوليميريز انزيم. يبقى الانزيمز بتاعت الريبليكيشن في الهيليكيز وفي البوليميريز انزيم. طيب لو جيت تبني بقى تتكلم على البوليميريز انزيم، بوليميريز بيبني ايوه دي ان اي ستراند كومبلمنتري دي ان اي ستراند، لكن بيبنيها في اتجاه واحد بس. يعني ايه؟ خدوا بالكو في البروتين اللي هو بيكونه الدي ان اي ستراند اللي هو بيكونه النيو دي ان اي، يعني ما يقدرش يمشي فيه الا من الكربون رقم 5 لغايه او ناحيه الثلاثه. يعني معنى كده بيبدا قصاد مين؟ من القالب بقى، مش الدي ان اي اللي بيتكون الجديد، لا من القالب، بيبدا قصاد الكربون رقم 3 من القالب. لو بدا قصاد الكربون رقم 3 من القالب بانه عمل الشجر اللي فيه الكربون رقم 5، تمام، وبعدين بروسيدد، هيبروسيد يعني without any difficulty 5 ل 3 5 ل 3 5 ل 3 5 ل 3 اوكي، لغايه ما يوصل لاخر الستراند. فهيكون شريط مش متقطع يعني. ولكن لما يجي يشتغل بقى يعمل complementation للناحيه الثانيه،
الناحية التانية زي ما درسنا قبل كده ان الستراند التانية دي انتي بارلل، يعني بالعكس، يعني قصاد، شايفين دي قصادها دي اخرها الكربون رقم 5، هتبقى قصادها الستراند التانية الكربون رقم 3 وال5 في الناحية التانية، شايفين ازاي؟ طيب هنا بقى ما ينفعش البوليميريز يبدأ من عند الكربون رقم 5 بتاعت القالب، لانه هيضطر يبدا انه يكون الثلاثه بتاعته، وهو ما يقدرش يمشي بين من الثلاثه للخمسه، لا هو من الخمسه للثلاثه. فبيعمل ايه؟ بيعمل segments of DNA pieces، شايفين كل واحده من خمسه لثلاثه، خمسه لثلاثه، خمسه لثلاثه. وبعد كده في انزيم تاني اسمه DNA ligase، ligate من ligase من ligate، يعني يربط، يجي يربط السيجمنتس دي في بعض. ففهمتوا ازاي عمليه الريبليكيشن بتتم، وان الدوبليكيشن اوف دي ان اي ستراندز، اعرفوا انه بيبدا يعني يقدر يمشي في اتجاه واحد من الكربون رقم 5 للكربون رقم 3 في ايه؟ في النيو ستراند اللي هو بيعملها، مش في القالب. يعني معنى كده انه بيبدا في القالب من عند الكربون رقم 3. انتوا فاهمين دلوقتي؟ فلو بدأ من هنا باتجاه ده هيبقى الاتجاه ده سموث، ما فيهوش اي problems. لكن الناحية التانية هي اللي فيها problems، لان الاتجاه معكوس. فيعمل ايه؟ يعملها على هيئة pieces، ويجي انزيم تاني اسمه ligase اللي بيربط، يعني يقوم رابط pieces دي ببعض، تمام؟ وبكده تتم عملية replication of the DNA، تمام؟ The DNA of eukaryotes اللي هو احنا يعني is organized into several chromosomes. Each chromosome contain a single DNA molecule which runs from one end of the chromosome to the other. في البرو في ال في ال ومكان الريبليكيشن في الكروموسومز دي بتاعت اليوكاريوتس موجودة في مكان different points، في أماكن متعددة، يعني تقدر تعمل ريبليكيشن لأي حتة في الكروموسومز. يبقى تاني الكروموسومز بتاعت اليوكاريوتس single DNA molecule اللي هو runs من from one end of the chromosome to the other، وبعدين الريبليكيشن في الكروموسومز دي في مناطق متعددة. لكن في البروكاريوتس الدي ان اي exists as double helix with its ends joined. لما تعمل join للends هيحصل ايه؟ هيكون دايرة، forms a circle. ايه كمان الفرق؟ ان ال دي ان اي ده متصل او attached to the plasma membrane، والsite of attachment هو ده مكان الريبليكيشن، مش في اي حتة يعني في الدي ان اي زي اليوكاريوتس. السايت اوف attachment with the plasma membrane هو مكان الريبليكيشن. اوكي طيب الدي ان اي يا ترى بيخرب؟ ايوه طبعا بيخرب، وبمعدل عالي جدا، لكن عندنا نظام كفء جدا بيصلح الاخطاء اللي بتحصل او التشينجز اللي بتحصل دي، تمام؟ اللي هو الدي ان اي ريبير انزيمز. ايه بقى؟ في كل يوم يعني خمس تقريبا 5000 بيورين، البيورين بيزز هم الادينين والجوانين، يعني بيبقوا لاست. ليه؟ في عوامل كتير بتأثر على الكروموسومز، زي الهيت، زي الكيميكال كومباوندز، زي الراديشن، تمام؟ الهيت والكيماويات، كيميكال كومباوندز، كيميكال سبستنسز وراديشنز بيأثروا على الدي ان اي. ولو ده حصل وتغير في الدي ان اي فهيتغير البروتينات اللي هيصنعها، يعني هيبقى في كاتاستروفيك ريزلتس على او ديزاسترس ريزلتس على السيل. طيب ايه بقى؟ برغم ان بيحصل بالالاف كده زي ما انتم شايفين، لكن بيبقى في نظام ريبير كفء، تمام؟ كل تقريبا او الماجوريتي اوف تشينجز اللي حصلت بتبقى eliminated، ده عن طريق الاستعانه ب 20 different kinds of DNA repair enzymes. ففي DNA repair enzymes تيجي على الحته اللي بايظه من ال DNA وتعمل لها ريبليكيشن، بس as long as ان الحته الباقيه اللي هي باقيه من الدعامه يعني او الباك بون تبقى سليمه، والا مش هيقدر يعمل لها ريبليكيشن، تمام؟
فلازم يبقى فيه two copies of genetic information, one in each strand of the double helix. As long as one of those strands remain undamaged, the repair enzymes can use it as a template علشان تقدر تصلحها. طيب في viruses بقى ال genetic material بتاعتها مش DNA, لا single stranded RNA, ودي cannot be repaired. الفيروسز دي بقى هي اللي show many changes resulting from damage to their RNA علشان ما بيتصلحش يعني. تمام. كل ده بالاستعانة بالإنزيمز اللي اسمها DNA ligases. Ligases remove the damaged area of DNA and repairs it. تمام. ده DNA repair. DNA in prokaryotes, قلنا DNA الانز بتاعتها joined to each other in a circle. لو انت بقى فكيت DNA في بكتيريام زي البكتيريا Escherichia coli وفكيت DNA اللي فيها وفردته كده جنب بعض, هتلاقيه طوله 1.4 مليمتر long, بس في حين ان البكتيريا cell itself يعني about 2 micron long. لازم كده بقى يبقى الدي ان ايه مضغوط لجزء كبير جدا اقل من الفوليوم بتاع السيل. تمام, 1/10 of the cell's volume تقريبا. الدي ان ايه مولكيول ده attached to the plasma membrane. وان اديشن بقى البكتيريا دي بتكون كمان يعني سلاسل زي الدي ان ايه بيسموها لكن shorter و smaller, بيسموها plasmids. والreplication اللي بيحصل في plasmids بيحصل في نفس الوقت اللي الreplication بيحصل في المين دي ان اي بتاع السيل. تمام, وساينتست استغلوا الموضوع ده على اساس انهم يعملوا نسخ من plasmids, فحقنوا السيلز بارتفيشال plasmids انتو حقنوا البكتيريا يعني. تمام, structure بقى of eukaryotic chromosomes. الكروموسوم بتاع اليوكاريوتس single DNA molecule من one end to the other and coiled and folded many times, ومصاحب بقى مع proteins يعني DNA زائد proteins. DNA زائد البروتينز اللي حواليها بيسموهم كروماتين, the chromatin material. فالكروماتين معناها DNA and protein. تمام, الكروموسومال بروتينز بقى ممكن تقسمها into histones and non-histones protein. histones دي شوفوا اعرفوا زي بكرة الخيط كده, البكرة بتلف عليها الخيط كذا مرة الاف المرات علشان ما يبقاش بطوله الخيط, لا يبقى مضغوط في مساحة اصغر بكتير. الهيستونز هي دي فكرتها برضو, فيها high content of basic amino acids اللي هم الارجينين and lysine, وفي الـ pH بتاع الخلية these amino acids have the positively charged R group زي ما خدتوا السنة اللي فاتت في تركيب البروتينز. الR group دي positive فبتتحد بقوة مع negative phosphate group بتاعة الـ DNA, والدي ان ايه يبقى كويلد عليها ويلف عليها ويكونوا حاجة مع بعض اسمها نيوكليزومز, هناخدها كمان شوية. اوكي, النون هيستون بروتينز بقى في منهم structural proteins يعني that play a role in the spatial organization of the DNA within the nucleus, في طريقة يعني حفظ الدي ان ايه جوه النيوكليوس. وكمان في regulatory proteins دول بيقدروا حددوا امتى نعمل duplication او امتى نصنع مثلا RNA and proteins and enzymes نصنعها ولا لا, يعني التوقيت بتاعها. اوكي, ده structure of the eukaryotic chromosomes. الhuman cells بقى contains 46 chromosomes. لو انت بقى خدت الكروموسومز دي, خدت الدي ان ايه اللي موجود في الكروموسومز بتاعت الخليه الواحده وفردته كده جنب بعضه, هيطلع 2 meters long. تمام, الهيستونز بقى زي ما قلنا هم اللي مسؤولين عن الباكينج اوف ذيس لونج مولكيولز انتو ا نيوكليوس 2 to 3 مايكرومتر ان diameter. تخيلوا
ضغطت الدي ان ايه لدرجه قد ايه، يعني فولدت upon itself تقريبا 100,000 times عشان تبقى more tight fit into the nucleus. وقلت لكم الدي ان ايه مع الهستون اللي هو attached فيها بيكونوا حاجه اسمها nucleosomes، والنيوكليزومز دي موجوده in large loops تمام، وheld in place by البروتينز اللي هم non-histone proteins او structural non-histone proteins اللي اتكلمنا عليها تمام. كروماتين بقى قلنا هو عباره عن الدي ان اي زائد البروتين، في الحاله دي بيبقى اسمه condensed كروماتين، condensed كروماتين. لما الدي ان اي يبقى في الحاله دي مفيش انزيمز تقدر توصل له علشان هو packed tightly كذا 100,000 times يعني. طيب لازم يبقى الباكج الاول انها تتفك من بعضها، وهنا بقى نرجع تاني نتكلم على الريبليكيشن الهيليكيز والبوليميريز والكلام ده. Before the DNA can serve as a template for DNA or RNA synthesis. Okay, this was this lecture about the DNA and how it replicates and the how it's stacked inside the cell. I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.